طبعا راح بقناه الاهلي ان شاء الله. النهارده كابتن سعد سمير في ضيافه الكابتن اسلام الشاطر. نحب نسمع ذكرياتك مع الكابتن سعد. والله كابتن سعد سمير طبعا ذكرياته معايا كتير قوي طبعا، وهو قبل اي شيء اللي هو ابن النادي سعد سمير، وراجل في الملعب وجامد طبعا. وبقول لك بتمنى ان شاء الله رجوع بعد سمير سعد سمير بعد الاصابه بتاعته، ان شاء الله هيرجع بقوه ان شاء الله. انت بتشوفه ازاي في الملعب في رجولته وقتاله على الفانيلا؟ انا بصراحه بشوف ان سعد سمير لو في 10 او 11 واحد منه في مصر، منتخب مصر يوصل كل 4 سنين كاس عالم، لان سعد سمير مخلص في اللعب بتاعه لنادي الاهلي، وحتى على مستوى ما كان في منتخب مصر قبل كده كان جامد قوي طبعا سعد سمير.